يملك أحدا في هذا العالم، لا ملك ولا أمير ولا رئيس ولا زعيم ولا شيخ ولا سيد ولا دولة ولا حكومة ولا منظمة، أن تتخلى أو أن تتنازل عن حبة رمل واحدة من تراب فلسطين. نقول لكل عدو ولكل صديق، وهذا هو الحقيقة التي عمدت بالدم، مش كلام أنا عم بحكيه على المنابر، هذه حقيقة عمدت بالدم. اليوم نحن شيعة علي بن أبي طالب في العالم، لن نتخلى عن فلسطين ولا عن شعب فلسطين ولا عن مقدسات الأمة في فلسطين. إن صدقنا أنفسنا في الحديث، إن النبرة التي يتحدث بها علماء الدين، لا أقول من السنة ولا من الشيعة عموما، هي أدنى مما هو منتظر منهم. نحن ننتظر من الأزهر الشريف أقوى مما قدم، ننتظر من علماء الدين في السعودية وهيئة كبار العلماء أن يقدموا ما لم يقولوه إلى الآن وللأسف الشديد. ننتظر منهم أن يسحبوا فتواهم بجواز الصلح مع إسرائيل. نحن ننتظر من الزيتونة، ننتظر من باكستان، ننتظر من السود، من جميع مراكز العالم الإسلامي أن يتحدثوا بمثل هذه اللهجة التي تحدث بها سماحة السيد نصر الله. حينما يكون الخطاب بهذا المستوى، حينما تكون المواقف بهذا المستوى، حينما تتحول الخطابات إلى واقع عملي، انظر إلى فتوى السيد الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه ودعوته ليوم القدس العالمي، كيف أنها تحولت إلى مسيرات، ثم تحولت إلى مشروعات في نصرة الفلسطينيين والمظلومين، وكيف تحولت دعاوى السيد الخامنئي حفظه الله تعالى إلى جهاد وإلى دعم مباشر بكل أنواع الدعم. هذا الذي ننتظره.